مستويات النهاردة لنوع من ضعضعة المجتمعات، وزي السوس اللي بينقر في عظم المجتمع. على مستوى الأسرة موجود خلافات ومحاولة تأزيم العلاقة بين الزوج والزوجة والأولاد والميراث والحق الحقوق والواجبات وما إلى ذلك. على مستوى المجتمع بإشارة الشائعات والنشرات وأيضا إثارة بعض القضايا الجدلية الكبيرة، سواء دينية أو سياسية أو فقهية أو فكرية، حتى رموز الحضارة المصرية والحضارة الإسلامية قوبلوا بكثير من محاولات التشويه والتشكيك حتى في منجزهم الديني أو منجزهم الحضاري. في سبيل البلبلة مثلا اللي ممكن تحصل في من أثر هذا، حتى مش في القضية العقيدة، ده في إطار الفرع الفقهي. على سبيل المثال مثلا بيثار في مصر وفي خارج مصر وقت صلاة الفجر، البعض بيدعي بأن احنا بنصلي الفجر قبل موعده بما يقرب من 25 دقيقة، بناء على أن فيه حساب فيما يتعلق بشروق الشمس ومواضعها في الدرجات التي يعني متعلقة بالشمس. المفترض نصلي عند 14 درجة بالنسبة للشمس، هما بيقولوا كده يعني. طيب أنا كمنهج علمي ماذا، كيف أتعامل؟ أتعامل مع أولا مع العلم الموجود ومع المؤسسات الرسمية التي تعنى بهذا الجانب. أنا يمكن أنا مش فاهم في هذه المسألة كإنسان بسيط في المجتمع، مش انسان بسيط، حتى لو انسان متعلم يبقى نروح وملوش للمتخصصين. اي علاقه بالثقافه الفلكيه يبقى عنده مشكله. هنروح على طول للهيئة العامة للمساحة. وبعدين في نفس الوقت تشككته وبلبلته، يعني اللي صلاه ده كله كان غلط؟ صحيح. فلو رحنا لهذه الهيئة تقول لا احنا ماشيين على تقويم صحيح له أقدام علمية راسخة وله أصول. ده هذا رد الدار هنا؟ لا، ده رد الهيئة العامة للمساحة ايوه اللي احنا بنلجأ لها أصلا يعني بهذا انت لما الأمر، لجأت وليها قالت إن احنا وقتنا صحيح على اللي هو 19 درجة و19 ونص اللي هو اللي احنا بنصلي فيه يعني. يعني اذان، عشان بس الناس تبقى في المشاهدين معنا، طالما طرحنا هذه القضيه ان اذان الفجر في مصر صحيح 100% 100%، 100% وفق دراسات علمية معمقه علميه قامت بها وشرعيه في الوقت نفسه، علميه قامت بها المساحه وشرعيه قام بها دار الافتاء. نعم، مظبوط ايه اللي حصل؟ ايه ان احنا وجدنا المؤقتين للازهر الشريف، المؤقت ده كان وظيفه. ايوه المؤقت، الذي يقوم على الوقت، الذي يحدد الاوقات مظبوط بناء على علم الحساب وعلم مظبوط الفلك، والمؤقت الازهر الشريف في الزمن السابق، ومؤقت الشام، ومؤقت المغرب في شمال افريقيا، في في يعني في فاس، مدينه فاس على وجه التحديد، وده مكانه في مدينه فاس في جامع جميل. القرويين. عظيم. هؤلاء الثلاثة في المخطوطات التي ورثناها عنهم يقولون بأن وقت صلاة الفجر، وقت أذان الفجر، وقت دخول الفجر الصادق عند 19 درجة، بل بعضهم يقول من قال بأنه أقل من 18 درجة فهو مخطئ تماما، على ضلال يعني. لا لم مش على ضلال، لكن نقول اخطأ الوقت، اخطأ الوقت، يعني الفجر عندنا من 19 ل 19 ونص. نعم، لو اقل من 18 يبقى في خطأ، يبقى في خطأ تماما بناء على كلام هؤلاء. لما رحنا للمراجع كلها وجدنا ان كلامهم هو ده الموجود في كل المراجع شرقا وغربا. اكدنا هذا الكلام باحد العلماء في سنة 1908، أحد العلماء الألمان جاء لدراسة وقت الفجر في أسوان. لاحظ أنه 1908 وفي أسوان، يعني إحنا الآن لما بنشوف رؤية الهلال مثلا، والهلال ده بيكون بعد غروب الشمس، فبنجد الجو صافي أكثر في تشكى وفي أسوان وفي الوادي الجديد مثلا في الأماكن هذه. فلما يروح في إحنا في سنة 1922 مع وجود هذه التغيرات المناخية والجو لم يعد صافيا كما كان، لما سنة 1908 بتجد في الحقيقة بأن
الجو كان صافي جدا طبعا في هذا الوقت. لما يعمل دراسات على هذا النحو ويطلع علينا نفس النسبة، يطلع لنا ان وقت صلاة الفجر او دخول الفجر الصادق هذا انما يكون عن 18 فما فوق، لا يكون قبل ذلك. كل هذه الدراسات تؤكد ان احنا على ان احنا كمصريين ماشيين صح ومئة في المئة. ولذلك مجمع البحوث الإسلامية كان حاضر فيه في هذا الاجتماع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، مفتي الديار المصرية الأسبق دكتور ناصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية السابق الشيخ علي جمعة، والفقير الذي يجلس أمامكم كان حاضرا معهم أيضا، وجملة من العلماء، والجميع استقر واتفق على أن حتى بالعبارة كلا عن دخول الفجر الصادق ووقت صلاة الفجر هو الذي نحن عليه الآن، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي الفرض بمجرد قول المؤذن بعد دخول الوقت، يعني على الذي يفصحه عند دخول الوقت بمجرد أن يقول الله أكبر دخل الوقت، ويجوز لك أن تصلي الفجر ويجوز لك أن تصلي صلاة الفرض اللي هي السنة والفرض معا. إذا كان الأمر محسوما هكذا، الأمر محسوم، إذا لماذا أنت تثير مثل هذه المسائل؟ أيوة. لمجرد أن واحدا قال كلمة هكذا يتبع أنت تتبعه في دراستك أو في منهجك أو في اقتناعك، لا أنت بقى ترند على طول، بمجرد أن يقول أنت تردد على طول وتقول إذا نحن على خطأ. العجيب أنني عندما ذهبت إلى المغرب في مدينة فاس وجلست هناك أيضا مع مؤقت المغرب وسألته عن صلاة الفجر، على وجه التحديد البعض يشكك، لماذا نشكك الناس في المستقر عندهم الذي بنى على مناهج علمية صحيحة؟ فإذا قضية إحداث الفرقة وإحداث الفتنة ينبغي أن يتصدى لها بالفكر والوعي والمناقشة والدراسة، وليس فقط بمجرد أنني أسكت عنها، لا، لابد أن أقول، وأقول بأن هذا لما أنه خطأ علمي، لكن لو أنه خلاف فقهي نقول قولك صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، هذا يدخل في منطقة الخطأ والاختلاف المقبول.